الشباب الرياضي ليس على ما يرام، فكل أعضاء اللجنة ما عدا اثنين الذي هو أنا أحد منهم، والسيد رئيس السيد رئيس اللجنة الحالي الذي جاء نقلا من لجنة أخرى هم الأساسيون، والبقية الثانويين. ولذلك الاجتماعات لا تجرى، الاستضافات لا تجرى، الزيارات لا تجرى للمرافق الرياضية والمنشآت الرياضية والهيئات الرياضية. نتأمل أن يسن هذا القانون، ولو هو قانون جدلي بجنبة سياسية، وفي الجولة السابقة فشل مجلس النواب الدورة الرابعة في إقراره. نتمنى أن نتجاوز النقاط التي كانت سبب في عدم إقراره. أعتقد بهذه التشكيلة في لجنة الشباب والرياضة من الصعب أن نحصل على أو نقر قانون بهذه الأهمية.